السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. معادنا النهاردة مع يونت 2 الوحدة الثانية Desert Animals أو الحيوانات الصحراوية. Desert الصحراء، Animals الحيوانات. إذا حولنا الكلمة الأولى لصفة Desert Animals الحيوانات الصحراوية التي تعيش في الصحراء. يلا بينا نشوف الليسن 1 من كتاب ستيب اهيد، بيقول لي Animals in Egypt الحيوانات في مصر. تعال نشوف المين فوكاب، الكلمات الأساسية. Animals and birds يعني الحيوانات والطيور. Animals and birds. Bird الطائر. Bird. Bird. Camel جمل. Camel. ما تدوس على ال، ما تنطقش ال أساسا. Camel. Camel. Fennec fox ثعلب الفينك. Fennec fox. فينيك فوكس. كروكودايل التمساح. كروكودايل. كروكودايل. سنيك ثعبان. سنيك. سنيك. ليزرد السحلية. ليزرد. ليزرد. يلا هتقول معايا. بيرد. بيرد. كامل. كامل. فينيك فوكس. فينيك فوكس. كروكودايل. كروكودايل. سنيك. snake. lizard. lizard. spider العنكبوت. spider. spider. insects الحشرات. insects. insects. spider. insects. الصفات الموجودة معانا adjectives، وتركز معايا في حفظ الصفات لأن احنا هناخد الصفات دي وهنقارن ما بينها، هناخد درجات المقارنة وصفات التفضيل، فلازم دي تحفظها زي اسمك. huge ضخم. huge. huge. dangerous خطير. dangerous. dangerous. scary مخيف. scary. scary. scarier اهو دي صفة مقارنة، بنضيف الـ ER للصفة علشان أقول ده بيخوف أكتر، وقلبت الواي لاي، كل ده هنعرفه بعدين. scarier. scarier. ugly قبيح، شكله مش حلو. ugly. ugly. helpful مفيد او متعاون. helpful. helpful. cute لطيف. cute. important معناها هام او مهم، ممكن تسمعها بثلاث طرق للنطق، important بدون نطق الاثنين تي، او important بإخفاء التي الأولى، أو نطق الاثنين زي ما قلت أول مرة important، والتلات طرق صح. أما important ما فيش الكلام ده. important. bigger أكبر. bigger. bigger أكبر من. fewer أقل من، لأن big معناها كبير، ضفت ER للمقارنة وضعفت الجي كررتها مرتين، وfew معناها قليل للأسماء المعدودة وضفت لها ER للمقارنة بمعنى أقل من، أقول fewer than أقل من، bigger than أكبر من، وهندرس الكلام ده لاحقا. يلا بينا. huge. huge. dangerous. dangerous. scary. scary. scarier. scarier. ugly. ugly. helpful. helpful. cute. cute. important. important. bigger. bigger. fewer. fewer. نروح للصفحة اللي بعد كده وهي صفحة الconversation أو المحادثة. مام بتكلم سارة. look at these animals. انظروا إلى هذه الحيوانات. look at these animals that live in our country والتي تعيش في بلدنا. look سارة بتقول look at the crocodile انظروا إلى التمساح it's huge إنه ضخم. طارق بيقول huge and scary ده مش بس ضخم ده كمان مرعب مخيف huge and scary. سارة بتكمل بتقول I think أنا أعتقد the spider is scarier إن العنكبوت مخيف أكتر. تخيل البنت بتفكر إن العنكبوت مخيف أكتر من التمساح. ليه؟ العنكبوت ممكن يكون في البيت لو شافته بتطلع تجري، لكن التمساح كده كده مش موجود بالنسبة لها، لا يشكل عليها أي خطورة. I think the spider is scarier.
Yeah, but spiders are very helpful. الأم بتقول أيوة، لكن العناكب مفيدة. They eat insects. دول بياكلوا الحشرات. Farmers like spiders. ده حتى المزارعين بيحبوهم. ليه؟ لأنهم بيتغذوا على الحشرات اللي بتأذي الزرع. هنا كلمة يا دي معناها yes، بس بنستخدمها بصفة غير رسمية لما إحنا بنحكي مع بعض بشكل ودي، تمام؟ Okay, what about the snake؟ حسنا، وماذا عن الثعبان and the crocodile والتمساح؟ They are dangerous. إنهم خطرين. Aren't they؟ أليس كذلك؟ يعني طيب إيه رأيكم في التعبان والتمساح؟ مش دول خطر برضو ولا أنتم مش متفقين معايا؟ الأم قالت yes، نعم that's true، كلامك صحيح. But لكن they do a very important job، لكن هم دول بيقوموا بوظيفة مهمة جدا، very important job. They eat insects، ايه الوظيفة بتاعتهم؟ دول بيتغذوا على الحشرات، birds الطيور and lizards والسحالي. This controls، العملية دي بتخلي في تحكم the numbers of these small animals، من زيادة هذه الحيوانات الصغيرة. كون ان هم بياكلوها ده بيحد من انتشارها، والا هتبقى حياتنا كلها حشرات. We sometimes، احنا احيانا think، بنعتقد some animals، ان في بعض الحيوانات are scary، مخيفة or ugly، او شكلها مش عاجبنا، قبيحة. But لكن they are all important، لكن كلهم مفيدين جدا في حياتنا. طيب تعال نشرح كده واحدة واحدة. Look، فعل امر، ودايما فعل الامر بيجي في المصدر. Look at، تمام، look at، انظر الى. Look after، يعتني به. Look for، يبحث عن، وهكذا. Look يتغير معناها على حسب اللي يجي بعدها. All بمعنى الجميع، كل. These اسم إشارة للجمع القريب، animals الحيوانات. انظروا إلى هذه الحيوانات، that live، والتي تعيش، that هنا ضمير وصل، in our country، في بلدنا. our صفة ملكية للجمع المتكلم، in our country. Look at the crocodile، انظروا إلى التمساح. It's huge. It، وبعدين verb to be والصفة للتعريف بشكل الحاجة اللي قدامي. It's huge، إنه ضخم. يبقى أنا وصفته بكلمتين، It's huge، عبارة عن فاعل وفعل في كلمة والصفة في الكلمة الثانية. الجملة دي بتعبر عن ضخامة التمساح الغير عادية، لأنها ما قالتش It's big، قالت It's huge. كلمة huge يعني أكثر ضخامة من كلمة big. إذن هنا صفة مبالغ فيها في الحجم، إذن وضعنا علامة تعجب. huge and scary، ده مش بس ضخم، ده كمان مرعب مخيف، وعلشان هو خايف قوي حط علامة تعجب برضو، لأنه عنده شعور قوي بالخوف من ناحية التمساح. I think، ودي بنقولها لما نكون هنعبر عن وجهة نظرنا، لأن وجهة النظر تحتمل الخطأ والصواب. فمن الأدب إنك ما تقولش I'm sure، تقول I think، علشان ممكن حد تاني عرضك في الرأي. I think the spider، أنا أعتقد إن العنكبوت، is scarier، أكثر إخافة من التمساح. بالنسبة للبنات طبعا، الفار، الصرصار، العنكبوت دي أكتر حاجة بتخوفهم، بيسيبوا البيت ويطلعوا يجروا عادي. Yeah, but spiders are very helpful، لكن طبعا كلمة but بتكلم لما أقول رأي مخالف. But spiders، لكن العناكب، are very helpful، متعاونة أو مفيدة جدا. طب إيه الإفادة بتاعتهم؟ They eat insects، هم بياكلوا الحشرات. لذلك لو في مثلا عنكبوت عامل كده البيت بتاعه على السلم في عمارة أو حاجة، وانت نازل هتلاقيه مصطاد حشرات كتيرة جدا، بيريح الدنيا من الحشرات الزيادة. They eat insects، هم بياكلوا الحشرات. وفارمرز، الفلاحين، farmers like spiders، بيحبوهم علشان كده. اوكي حسنا، دي اختصار لكلمة اوكي اللي هي اوكي اي واي، اختصرناها بحرفين كابتل اك، بس تتنطق اوكي. What about the snake and the crocodile؟ هنا بيستخدم what about لما اكون هعرض فكرة تانية او كلام تاني على اللي بيسمعني، وبنستخدمها ساعات للاقتراح. What about the snake and the crocodile؟ They are dangerous، دول خطرين، اظن مفيش اختلاف على كده. Aren't they؟ aren't they ده سؤال مذيل بنفتح بيه الحوار. ليه؟ لما انا اكون عايز اسمع موافقة الطرف الاخر على كلامي، اقول له مش كده ولا ايه؟ Aren't they؟ Yes، نعم، that's true، اهي الام وافقت على الكلام، يبقى that's true. انت متفق مع حد في نفس الكلام، تقول له والله كلامك مظبوط، that's true. طب لو هو كلامه غلط هتقول that's wrong او that's false. Yes، that's true، but لكن هنقول كلام مختلف اهو. They do a very important job، ايوه هم مخيفين، بس هقول حاجة عكس الصفات السلبية دي، انهم كمان مفيدين، عندهم وظيفة. ربنا ما خلقش حاجة في الكون الا ليها important job،
يعني وظيفة مهمة، وكمان وصفتها بأنها very important job، وظيفة مهمة جدا. They eat، إيه الوظيفة دي؟ بتاكل insects، الحشرات. The snake and the crocodile بيعملوا إيه؟ eat insects، بياكلوا الحشرات. Birds، الطيور and lizards، والسحالي. طيب ده بيفيد في ايه؟ بيفيد في عملية التوازن البيئي، ان مفيش فصيلة او نوع معين يطغو او يكبر عن الفصائل التانية فيحصل مشكلة في البيئة. This controls، ده بيتحكم في the number of these small animals، في عدد هذه الحيوانات الصغيرة. We sometimes، احنا احيانا think، بنعتقد، بنفكر ان some animals، ان بعض الحيوانات are scary، مرعبة or ugly، ولا شكلها وحش مش عاجبنا، قبيحة. لكن but they are all important، لكن كلهم مفيدين. أعتقد من خلال المحادثة دي فهمنا أهمية التنوع واختلاف الحيوانات، حتى لو إحنا مش مقتنعين بشكلهم وبنقول عليهم شكلهم وحش أو مخيفين، لكن هم مفيدين جدا في حياتنا. يلا نقرأ المحادثة. Look at all these animals. Look at all these animals that live in our country. Look at the crocodile. It's huge. Huge and scary. I think the spider is scarier. Yeah, but spiders are very helpful. They eat insects. Farmers like spiders. Okay. What about the snake and the crocodile? They are dangerous, aren't they? Yes, that's true. But they do a very important job. They eat insects, birds, and lizards. This controls the number of these small animals. We sometimes think some animals are scary or ugly, but they are all important. أهم الجمل اللي وردت: The crocodile is huge and scary. Spiders are scary, but they are very helpful. They eat insects. Snakes and crocodiles are dangerous, but they eat insects, birds, and lizards. This controls the number of these small animals. Eagles and nasur are dangerous, خطيرة, but they do a very important job. لكن ليها وظيفة مهمة جدا. They eat insects, دول بياكلوا الحشرات, birds والطيور, and lizards والسحالي. Eagles, النسور ما جاش ذكرها هنا. This controls, ده بيتحكم, the number of these small animals, في عدد هذه الحيوانات الصغيرة. The pelican eats small fish. البجع بياكل السمك الصغير. آخر نقطتين دول مش موجودين في المحادثة. تمام؟ نروح نشوف بعد كده الفوكاب ستادي. تعالى نشوف كلمة يا بتساوي كلمة يس، لكن يس رسمية شوية فورمال، أما يا دي بنقولها مع الحبايب كده، مع الأصحاب، مع الأصدقاء، مع العيلة يعني. تمام؟ I think للتعبير عن وجهة النظر، أنا أعتقد. I think لما تتكلم بأسلوب مؤدب وتعبر عن رأيك، ما تقولش أنا رأيي وغيري لا، لا، كل واحد له وجهة نظر، وكل وجهة نظر تحترم، وقد يكون كل على صواب ولكن من وجهة مختلفة. I think the spider is scarier. أعتقد للأدب والاحترام بنستعمل think. معايا؟ Yeah, but spiders are very helpful. They eat insects. انا بوافقك في الراي، لكن واقول رايي انا كمان، ما اقولش انت غلط وانت مش فاهم، في ادب كده ورقي في الحوار. اوكي، حسنا. What about the snake and the crocodile? They are dangerous, aren't they? اليس كذلك؟ هو هنا بيقول they are في بدايه الجمله، ولما يحب يطرح السؤال المذيل علشان يثبت وجهه نظره او يعرف انت متفق معاه في الراي ولا لا، بيجيبه منفي. يبقى they are بتبقى aren't they، بقدم الفعل منفي وبعدين أجيب الفاعل في الآخر. Yes, that's true. لما تكون متفق مع حد في الرأي، ذلك صحيح. But وهبتدي أقول وجهة نظري. But they do a very important job.
We sometimes احنا احيانا think نعتقد نفكر ان بعض الحيوانات مخيفة او قبيحة، لكن كلهم مفيدين. يبقى احنا عرفنا طريق ادارة الحوار ازاي، ان انا اثني على كلام الطرف الاخر، يعني اشكره او اتفق معاه، وبعدين اقول وجهة نظري التانية، ما اقولوش انت غلطان وانت مش فاهم. تمام، عرفنا ازاي بنتكلم بلغة حوار مهذبة في تبادل الاراء. تمام، What do you think؟ ماذا تعتقد بعد قرايتك للدرس؟ ايه رأيك بقى؟ Which animals are scary؟ ايه هي الحيوانات المخيفة؟ Which animals are dangerous؟ وايه هي الحيوانات الخطيرة؟ Which animals are cute؟ وايه هي الحيوانات اللطيفة؟ كل واحد من الثلاثة دول ذكر اسمه في الحوار في المحادثة من شوية. Only cute animals are important. هل الحيوانات اللطيفة بس هي اللي مهمة؟ Do you agree؟ هل تتفق مع هذا الرأي؟ طبعا لا، we disagree، نحن نرفض ذلك، كله مفيد. وهي الجملة بتدل على كده، they are all important، كلهم سواء كانوا cute أو dangerous أو scary، كل الحيوانات مفيدة. suggested answers يعني إجابات مقترحة. I think snakes are scary، أعتقد إن الثعابين دي مخيفة. ده اقتراح لإجابة السؤال الأول. إجابة السؤال الثاني اللي كان بيسأل فوق، which animals are dangerous؟ I think crocodiles، أعتقد إن التماسيح are dangerous. رقم ثلاثة كان سأل which animals are cute؟ قال I think fennec foxes are cute، أعتقد إن ثعالب الفينك هي اللي لطيفة. ثعلب كده كيلو قد القطة، تقدر تشيله وأنت ماشي. No I don't agree. طبعا السؤال ده قلنا رفضناه من شوية، all animals are important زي ما طلعناه من هنا. نروح نشوف الشريحة اللي بعد كده بتقول إيه، يلا بينا. هنا تدريبات بقى، خلاص خلصنا الدرس. بيقول لي read and complete the text with the words in the box. طيب تعالى كده نختار الإجابة الصحيحة في كل مرة. Animals and birds are different. الحيوانات والطيور مختلفة. Not all animals and birds are. مش كل الحيوانات والطيور بتكون cute. Some animals. بعض الحيوانات are dangerous like crocodiles. بتكون خطيرة زي التماسيح. Spiders are scary. العناكب مخيفة. Snakes are scary and ugly. الثعابين بتكون مخيفة وقبيحة. But all animals، لكن كل الحيوانات، are very helpful، بتكون مفيدة جدا. They are all important، كلهم مهمين. ماتش هنوصل. Does طارق like crocodiles؟ هل طارق بيحب التماسيح؟ No، طارق doesn't like crocodiles، ما بيحبهاش. What do snakes and crocodiles eat؟ يا ترى الثعابين والتماسيح بياكلوا ايه؟ هنشوف. They eat birds, lizards and other small animals. طيب why do farmers like spiders؟ ليه المزارعين بيحبوا العناكب؟ because they eat insects، علشان بياكلوا الحشرات. we sometimes think، احنا احيانا بنعتقد. some animals are scary، ان بعض الحيوانات بتكون مخيفه. but they are all important، لكن كلهم مهمين. كده احنا خلصنا سؤال الماتش التوصيل. تعال نروح لسؤال تشوز. The elephant is huge. الفيل بيكون ايه؟ ضخم. Snakes are. التعابين بتكون dangerous. مخيفة. It's a animal. It eats insects, birds and lizards. This controls the number of these small animals. يا ترى ده بيكون ايه؟ helpful. متعاون. مفيد. Small birds. الطيور الصغيرة are usually. عادة ما بتكون cute. بتكون لطيفة. The insect. ولا the crocodile. ولا the spider is a huge and dangerous animal. مين فيهم اللي يتمتع بصفة الضخامة والخطورة؟ أكيد طبعا الكروكودايل. The crocodile is a animal. أكيد طبعا scary animal. باقي التدريبات طبعا بتحلها وتنتظر حل الواجب على جروب التليجرام أو جروب الفيسبوك. لو أنت لسه ما اشتركتش فيهم بسيب لك اللينك تحت الفيديو. تحياتي ليك، وما تنساش دعمك للفيديو، ونتقابل الفيديو الجاي. مع السلامة. تنساش لايك للفيديو، واشترك في الصفحة، وشير الفيديو على الصفحات الأخرى والجروبات التعليمية. تحياتي ليكم، ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.